نطمن بقى على حاله حسين الشحات. الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق الاول لكره القدم قال ان اللاعب جاهز للمشاركه في التدريبات الجماعيه النهارده ان شاء الله وبصوره طبيعيه جدا، بعد ما كان بيشتكي من اجهاد خفيف في العضله الاماميه، وكان ادى حسين الشحات جلسه استشفائيه امبارح وتم الاطمئنان على حالته والتاكد من جاهزيته للتواجد في التدريبات. شارك حسين الشحات في مباراه الفريق امام امبي اللي طبعا فاز فيها النادي الاهلي بهدفين دون رد، وامبارح كان الفريق طبعا بالكامل عنده راحه من التدريبات فيما يتوجه اليوم الى السويس للدخول في معسكر طبعا استعدادا لمباراه طلائع الجيش غدا ان شاء الله ضمن المنافسات الجوله ال31 من بطوله الدوري.